السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا من جديد. عاملة رجيم، وشك خاسس، بتعاني من نحافة في الوجه، ما عندكيش خدود كده باينة كده وبارزة وفيها كده يعني شوية نضارة. معانا النهاردة ماسك تحفة جدا لكل البنات اللي هي عايزة تسمن خدودها بس، أو تسمن وجهها بشكل كامل. هنبدأ معانا بسم الله ونقول الماسك دوت هو عبارة عن مسحوق من الحلبة اللي هي المطحونة، ودي بتبقى موجودة عند أي عطار. وتاني مكون عندي هو الزبادي، ويعني لو زبادي بلدي تكون أفضل يعني بكتير طبعا. فمعانا النهاردة أهو باخد معلقة من المسحوق دوت بالشكل دوت، خدت معلقة منه كبيرة، وضفت عليه معلقة من الزبادي، ضفت عليه معلقة من الزبادي، وطبعا ضربتهم الاتنين كده مع بعض لحد ما بقوا عاملين كده زي الايه، زي كده اقدر انا اطبق الخليط دوت على وجهي. بحط معلقة من الحلبة، ببدأ ان انا احط عليها معلقة من الزبادي، طب عصت تاني لحد ما يبقى الملمس كريمي، يعني اقدر ان انا افرده على وشي او الحت او الخدود، يا اما لو انا عايزه اسمن وجهي كله احطه على الوجه كله بشكل كامل او على الخدود بس. دوت الماسك دوت بيستعمل لمده 7 ايام متتاليه او اكتر من كده علشان الاقي نتيجه كويسه، وان شاء الله وان شاء الله باذن الله هتلاقوا نتيجه ممتازه جدا، لان الحلبه فيها مضادات للاكسده بتساعد على نفخ الخدود او على نفخ الوش بشكل كامل لو انا طبقته على وشي كله او على خدودي بس. يبقى هنستخدم الماسك دوت 7 ايام متتاليه، بنحطه على وجهنا نص ساعه، وبعد كده ببدا ان انا اغسل وشي بماء بارد. يا رب اكون فدتكم يا رب اكون فدتكم النهارده بالماسك دوت، وما تنسوش معايا اللايك وسبسكرايب للقناه والاشتراك والضغط على زر الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.